اها مثل العالم والناس، اي وارجع الظهر البيت يتغدى والفراسي وانام، بعدين اخذ عائلتي واطلع بيهم. جميل. يعني هاي اتمنى ترجع حياتي الطبيعيه اللي اقدر اخذ راحتي. زين انت قلت انه من اخطائي دخولي الى عالم الفن، صح الاخطاء واعتزل وارجع حياتك الطبيعيه؟ ارجع؟ تقدر تعوف مجالك اليوم انت؟ ما عليك بيا انت، انا تقدر انت تعوف ما مجالك؟ جاوب. تقدر مجبور اجاوب. تقدر تعوف مجالك؟ ايش عليك بيا انت؟ جاوب سؤالي لك. تقدر تعوف مجالك؟ انا اللي اسال، جاوبني. انت اليوم قلت لي انه انا من اخطائي دخولي الى عالم الفن ارجع مثل قبل موظف طبيعي وارجع من وقت. شلون؟ انت قول لي شلون؟ وشكلك؟ وشكلك اللي انطباع عند الناس؟ ابشرك غيب 3 اشهر ما عاد ما راح. اوكي غبت 6 اشهر. انت ايش قلت لي؟ قلت لي انا نجم والناس تقول لي انت مو انت، دغيب شوي اصلا لا يعرفوك. ايدي على ايدك يا ريت. انطيني السبب الحقيقي، قول لي ليش ما تقدر. ايدي على ايدك ويا ريت. يلا قول لي ليش ما تقدر. ايدي على ايدك ويا ريت. لا تنزل كليب. 6 اشهر نزلت. 6 اشهر. 6 اشهر الناس اليوم ما تنسوا شكلك. بعدين غبت. بعدين اقول لك شغله. 6 اشهر غبت وما نسوك. منو؟ مو صح 6 اشهر غبت وما نسوك في وقتها؟ اي طبعا. بعد البرنامج على طول 6 اشهر. انا انت بعد انت بعد البرنامج غيب 6 اشهر، الغيب سنه هم يتذكروا. طيب هسه غيب 6 اشهر، اتحداك من بعد كم سنه قول لي واحد يذكر. الشاشه هي اللي تنجم علي لو انت عندك غير خلاف. الكليبات هي اللي تنجم. طن طن يا انا يضرب شباب اخذني صار لي واهس. ممكن. لا اعطيني السبب الحقيقي ليش انت ما مرتاح من الشهره بكثير امور.